أكثر لحظات الشرق الأوسط سخونة منذ نصف قرن، منذ 6 أكتوبر عام 1973. الدبابات المصرية في الساعات الأخيرة تتدفق إلى شبه جزيرة سيناء وتمركزت على الحدود المصرية الفلسطينية وتحديداً مع قطاع غزة، ضاربة عرض الحائط بكل البنود المنظمة لاتفاقية السلام مع إسرائيل. تم تكثيف الإجراءات الحدودية والأسلاك الشائك، وفي لحظات تم بناء سور خرساني عازل جديد. كل ده حصل بعد أقل من ساعة من الأنباء اللي خرجت من دولة الاحتلال إن مجلس الحرب الصهيوني وافق خلاص على بدء عملية عسكرية في محافظة رفح الفلسطينية، وإن نتنياهو أمر بإعادة تعبئة الاحتياط استعداداً للمعركة الكبرى. وبدأت تظهر حملات ممنهجة للأبواق الصهيونية للابتزاز العاطفي للمصريين للقبول بالتهجير، وظهور دعوات للاعتصام عند الحدود المصرية ضمن خطة الترويج إنه التوطين رحمة للغزاويين. خد بالك إنه الصهيونية مش كارنيه ولا جنسية، الصهيونية مجموعة أكاذيب متى رددتها أصبحت صهيونيا، حتى لو كنت مصريا أو عربيا أو مسلما، خصوصا التي تخدم على أجندتهم وأهدافهم زي التشكيك في الدولة المصرية أو التحريض ضد الجيش المصري. الانتشار السريع غير المسبوق ده للجيش المصري في سيناء هو نتيجة سلسلة من الطرق والكباري والأنفاق وصلت إلى 59 مشروع في سنوات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما كانش الغرض منهم يبقوا جسور للتنمية لسيناء أو شرايين تجارية أو حتى لنقل الركاب فقط، ولكن كمان لوضع سيناء تحت خارطة خطة الانتشار السريع للجيش المصري متى بدأ الجد. والجد جه وقت، ووقت ما حصل اتفاقية كامب ديفيد قالوا لك إزاي توافقوا على سيناء من غير دبابات وبتسليح خفيف، وفضلنا نص قرن نقول ناخد الأرض الأول وبعد كده أرضي وأنا حر فيها. وقت الجد أنا حطوي سيناء كلها بالجيش المصري في ساعات، والنهاردة أنا جيشي واقف على حدود مصر التاريخية بدل ما كان قبل حرب أكتوبر وقبل اتفاقية كامب ديفيد واقف على شط القناة أو في غرب سيناء ولسه العدو في شرقها، زي ما حصل بعد يناير 2011 لما دخلنا سيناء بالقوات اللازمة لهزيمة الإرهاب وإسرائيل اضطرت تعدل المعاهدة علشان تبان إنها مش معترضة، بينما في واقع الأمر المعاهدة ما فيهاش أي آليات للاعتراض الإسرائيلي أصلا علشان يعرفوا يعترضوا، ودي عبقرية المرحوم الشهيد أنور السادات. الجيش المصري بيتحرك لحماية القضية الفلسطينية من الاندثار، تهجير سكان قطاع غزة يعني القضية انتهت، لأنه التواجد الفلسطيني في الضفة الغربية وحتى المقدسيين مش كافي لحماية الأرض. الجيش المصري بيحمي، مش بس بيحمي حدودنا والأمن القومي المصري وبس، إنما بيقوم بصيانة قضية العرب المركزية وحمايتها من التصفية. ده بيحصل في زمن أدت فيه مسرحية طوفان الأقصى لنهاية العراق وسوريا ولبنان واليمن. حكومات الدول دي صم بكم في الوقت اللي إيران بتستغل 4 دول عربية للمشاركة في اللعبة دي مع الغرب. جيوش سوريا والعراق ولبنان واليمن مش موجودين في المعادلة زي حكومات الدول دي بالظبط، مجرد أسماء على الورق والخريطة بس. والفعل ولايات إيرانية بسبب ثورات الربيع العربي ونشطاء حقوق الإنسان والطائفية اللي إيران استثمرت فيها. وكل ده ما كانش بعيد عن القراءة الأمريكية بل والصهيونية للشرق الأوسط الجديد اللي بيقسم المقسم، وكل دولة متقسمة كانتونات طائفية وعرقية. لما بنقول آخر بلد وآخر جيش وآخر دولة وطنية وآخر بيت في المنطقة سليم على مصر، احنا مش بنطبل ولا بنقول كلام إنشاء، إنما انت شايف من 4 شهور ميليشيات إسرائيلية بتحارب ميليشيات إيرانية وعاملين مقلب حرامية لآخر جيش وطني في المنطقة علشان نحصل اللي بيحصل في ليبيا والسودان والعراق وسوريا. المنطقة ضاعت والدول دي ضاعت خلاص ومش هترجع تاني، انتهى أمرها بكل أسف. ده مش زمن عودة الدول اللي ضلت الطريق، ولكن ثمن استثمار الغرب والدول الكبرى حتى روسيا في تجارة الميليشيات وتوطين نموذج اللادولة والفوضى الخلاق وتقاسم الأرباح وحلب الموارد الطبيعية والبشرية للدول اللي ضاعت، ومن وراهم شبكات مصالح العالم السفلي بتمص دمهم وعرضهم. ابحثوا ازاي النفط الليبي والسوري بيتباع بأرخص الأسعار في السوق السوداء، ابحثوا ازاي اللاجئين العرب ساهموا في حل أزمة نقص العمالة في أوروبا، ابحثوا ازاي اتحولت سوريا ولبنان لمراكز لتصنيع مواد الإدمان في الإقليم والعالم، ابحثوا ازاي نساء الدول المستهدفة عملت انتعاشة في أسواق المتعة الحرام في أوروبا. إذن سيناريو التهجير بيدخل المرحلة الحاسمة بعد 4 شهور من المناورات، 4 شهور من الإنكار، 4 شهور من ادعاء ما يسمى بالمعارضة المصرية إن الحكومة المصرية موافقة ومستنية طوابير اللاجئين الغزاويين.
العركة اللي جاية دي اللي هينتصر فيها هيركب الإقليم نصف قرن على الأقل لقدام. انسى فوضى الربيع العربي أو شرق إفريقيا، ده الاختبار الحقيقي والأخير لقوة شخصية مصر الدولية وبرنامج تسليحها الرهيب، بل هو اختبار الأهم والأعظم للتجربة المصرية الحالية. انت قدام نفس اختبار مؤتمر لندن 1840 اللي الغرب واجه بيه تجربة محمد علي باشا. المطلوب مننا كمواطنين، المطلوب من الشعب، اننا نفهم اننا بنتحارب واننا بنحارب. هي دي الحرب الحديثة، مش حرب مباشرة، حروب التهجير واللاجئين والميليشيات. واللي بيحاربك بيطلب منك تتوسط، واللي عايز يقتلك هو اللي بيبعت لك وزير الخارجية او مدير السي اي اي علشان يعرف يخلص من زنقته. الحدود الواضحة بين العدو والصديق في الحروب الحديثة مش واضحة. واللي تفتكره صديقك بيزق عليك ميليشيا، واللي تفتكره عدوك بقى دلوقتي بينسق الوساطة معاه. فالبلد في حرب، حرب عملات وحصار اقتصادي مقصود بيهم انهاء ثورة البناء والتنمية والتعمير والتشغيل، وسيناء ترجع خرابة من تاني لعصابات التهريب وتصفية دورك الإقليمي والدولي، وترجع تسمع الكلام من سكات زي سنين شلة التوريث، وحرب إعلام هدفها صناعة جيوش من المغفلين والمغيبين داخل الدولة لضربها من الداخل، وهدم القدوة المحترمة والاغتيال المعنوي للشخصيات الوطنية وقلب الحقائق وكسر القيم وضرب الهوية الوطنية والإبادة الثقافية والإتجار بغضبك والتلاعب بنفسيتك والتشكيك في وطنك وإبعادك عن مواجهة قضاياك الحقيقية. أتمنى نبقى على قد المسؤولية اللي الجيش والبلد والرئيس بيقوموا بيه، مش من 7 أكتوبر، لا ده من 2011، عشان ننجو من أكبر مصيدة اتنصبت لأقدم دولة في التاريخ، ونبطل نمشي ورا لجان إلكترونية ساقطة بتعلمكم الدونية والتلذذ بإدعاء الفقر والمذلة. علشان أنت كإنسان كرامتك المفروض لا تقبل عليك شعور بالضآلة والانحطاط، ده قبل ما تبقى مصري. عندك موروث حضاري عمره 10,000 عام، والضمانة الوحيدة للنجاة هي وعيك وإدراكك لحقيقة ما نمر به من عدوان وحزام من التهديدات وخطر وجودي لم يحدث بهذا الشكل في التاريخ. أنت مقاوم آخر الزمان، أنت مجاهد آخر الزمان. الحرب النهاردة مش حرب جيوش وبس، ولكن حرب نفسية ومعنويات وشائعات. دورك إنك تحافظ على نقاء وطنيتك وسلامة روحك وصحة عقلك وحبك لبلدك. مصر عمرها ما ضاعت ولا انتهت ولا حيحصل. مصر أرض الإله، من أرادها بسوء قسمه الله. الزيارات اللي بتقوم بيها حماس لروسيا اتضح هدفها. روسيا بتبحث عن موضع قدم في القضية الفلسطينية. حماس اشترطت وجود 5 دول ضامنة في أي ترتيبات في قطاع غزة بعد نهاية الحرب، مصر وقطر وتركيا وروسيا والأمم المتحدة. طيب مصر وقطر ده مفهوم علشان الوساطة المشتركة، ولكن المفاجئ هو وجود اسم تركيا في القائمة الحمسوية. لسه حماس بتحاول تناور وتلعب وتخدم أجندات الإسلامويين، ده بدل ما تقول إسبانيا أو جنوب إفريقيا مثلا. إنما التطبيل للدول اللي خدمت القضية شيء، ووقت جني ثمار المسرحية شيء تاني خالص. المرحوم جو بايدن واضح إنه بدأ يجيب أخ، وفهم إن مفاوضات الحل النهائي للمغرز اللي هو فيه مع مصر، علشان كده قرر يرسل مدير المخابرات المركزية ويليام بيرنز للقاهرة الأسبوع ده. الاسم زيارة علشان الصفقة، ولكن الزيارة هتناقش كافة ملفات طوفان الأقصى الإقليمية، وبيرنز هيسمع الرؤية المصرية كاملة قبل ما يرجع لواشنطن ويحاول التوصل لتوصيات نهائية. المرة دي مدير المخابرات هو اللي جاي بعد 5 جولات إقليمية قام بيها وزير الخارجية أنتوني بلينك، و6 زيارات لإسرائيل منذ 7 إبريل وصفت بالفاشلة، باستثناء أنه بيروح إسرائيل بيرأس مجلس الوزراء ومجلس الحرب باعتباره المندوب السامي الأمريكي، وبيرسم لهم المخططات وبيوضح لهم الإملاءات اللي بيفشلوا فيها بقالهم 4 شهور. لو تفتكروا في باكستان لما المعارضة بترتيبات أمريكية أسقطت رئيس الوزراء عمران خان بعد ما أيد الحملة الروسية على أوكرانيا، الانتخابات العامة في باكستان جرت بعد حظر ترشح عمران خان اللي خد حكم بالسجن 14 سنة هو ومراته، ومنع حزبه حركة الإنصاف من الترشح، ومع كده اترشحوا كمستقلين وفاز بالانتخابات اللي جرت من كام ساعة. ودلوقتي الأمريكان قبل الموالين للأمريكان في باكستان مش عارفين يعملوا إيه. والترتيب الثاني راح لحزب الرابطة الإسلامية برئاسة نواز شريف، والترتيب الثالث لحزب الشعب بقيادة بلاول بوتو ابن بنظير بوتو. بنسبة كبيرة نواز شريف وبوتو هيعملوا حكومة ائتلافية تكسب عدد كراسي المستقلين الموالين لعمران خان، وبالتالي الشعب اختار عمران، بس الديمقراطية اختارت نواز وبوتو. هل كده الانتخابات عبرت عن إرادة الشعب الباكستاني في التخلص من الحرس القديم في الحزبين القدامى؟ الإجابة هي لا.
ساعات قليلة وتفصلنا عن أخطر لحظات القرن 21. وللحديث بقي، حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.